ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الأسير المحرر غنام موسى أبو غنام. غنام، أحييك على الجزيرة مباشر، الحمد لله على سلامتك. الأول عايز أتعرف عليك، أنت كم عمرك وكم من الوقت كنت في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته غنام. الله يبارك وضعنا بالجون كي بلشت الحرب، تسكر علينا الأقسام وصار في يعني زي أخيرك منعونا نطلع من السجون ومنعونا نتحمى ومنعونا منعينا تقريبا الأكل والتلفونات والزيارات والمحاكم والكانتينات. كانوا بيعاقبوكم بعد 7 أكتوبر. عايشين بوضع صعب. بكينا يعني ذل ومش ذل، وبكين يعني زي لقينا عنا في الكلب لما يطلعوا يتحمم كل اسبوع بكينا نطلع نتحمم نرجع الغرف، يعني بكناش نطلع بكناش ناخذ راحتنا، باكل قسم يعني باكل قسم عنا شيء صعب كثير كثير، معاناه. اخي غنام، انت سنك كام تحديدا؟ مش فاهم. عمرك يا غنام، عمرك كم سنه؟ 17 ونص. واتسجنت قد ايه عند الاحتلال؟ كم بقيت في سجون الاحتلال؟ كم شو؟ نعم. ثلاث شهور. ثلاث شهور وانت في الاعتقال، انت كان عليك اي حكم غنام؟ لا ما مش محكوم. نعم، الحمد لله على السلامة أخ غنام. أنا عايزك تقول لي كده بهدوء، كان شعورك لما قابلت الأسرة والوالد والوالدة في الساعات الماضية، كيف كان شعورك؟ الحمد لله رب العالمين، بسطت والله من كل قلب، يعني فرحة، يعني هاي فرحة، يعني إشي كبير كثير، هو لما تضم أهلك تضم عيلتك وصدمة، يعني صدمة الأمر هاي إنك تعين أهلك بعد 3 أشهر وبعد، يعني إشي بنوصفش. الأسرة ما كانوش بيشوفوك، الوالد والوالدة أو بقية الأسرة ما شافوكش؟ والله منعوا علينا الزيارات، ما كناش نعرف، ما كناش يعني منعوا علينا التلفزيونات بالغرف، الطاولات، الكراسي، بكين يزلوا فينا بالغرف، بكيتش أتواصل ولا مع إشي، يعني ولا إشي بكأنه بالغرف عشان أتواصل مع أهلي فيه. إحنا بنعرف شو في بر، يعني ما كناش نعرف، ما كنا نعرف شو في برا، يعني عشان كنا محتجزين بسجون الاحتلال ولا إشي بنعرف. لكن بعد 7 اكتوبر زي ما انت قلت لي يا غنام، واضح ان هم ضيقوا عليكم بشكل كبير. هل كنتوا بتتعرضوا لاي تعذيب او تعنيف من الاحتلال يا غنام؟ كنا اول الحرب كانوا يدخلوا علينا بعنف وبضرب. امتى عرفت انك 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 هتخرج؟ مش فاهم عليك. امتى بلغوك انك هتخرج يا غنام من السجن؟ بلغونا من إدارة السجون إن في يعني في صفقات تبادل أسرى إن نروح فيهم. قول لي، كان شعورك إيه أما بلغوك إن أنت هتخرج ضمن صفقة تبادل الأسرى؟ كان شعوري كتير حلو منيح، كنت مش متوقع إنه يصير الإشي، كنت يعني متوقع إنه تصير الصفقات وإنه نروح بسلامة، يعني وإنه يعني لحديت اللحظة كيف بضميت أهلي مش متوقع من هالحاجة، يعني زي الحلم. طيب احنا غنام، انا عايزك تكون موجود معانا، احنا معانا اسير محرر اخر مالك مراد عبر الانترنت. اخ مالك، اهلا بيك وبنحييك على الجزيره مباشر، وحمد لله على سلامتك يا مالك. انت موجود الان على الشاشه يا مالك، حمد لله على السلامه. خليني الاول اتعرف، انت عمرك كم سنه يا مالك؟ مالك، هل أنت معي؟ كما ترون هم شباب صغير السن جميعهم تحت 18 عاما. يا مالك، أنت موجود الآن على شاشتنا، على شاشة الجزيرة مباشر، وعايزين نحكي مع بعض شوية. عمرك كم سنة؟ فترة اعتقالك كانت قد إيه تحديدا؟ تفضل يا مالك. كانت تقريبا 7 أشهر. أنت معتقل من سبع شهور، كانوا متهمينك بإيه يا مالك؟ كانوا ايه كان ايه التهمه؟ هم متهمين. يعني هم اعتقلوك ليه يا مالك؟ فيش صوتك راح، صوتك روح. كانوا ليه معتقلينك يا مالك؟ ليه سجنوك؟ ليه الاحتلال سجنك؟ اتهام.
سهام باطل عشان الأقصى. علشان الاقصى كنت موجود في الاقصى اما مفيش قبضوا صوت. عليك. ما شاء الله. طيب انا عايزك تحكي لي، لان انا كنت اخوي صوته خفيف بروح وبيجي مش انا عالي. بحاول ارفع صوتي والله. احنا معانا على التليفون صديق ليك محرر ايضا، غنام موسى. هو قال لي ان انتوا تعرضتوا بعد 7 اكتوبر لتضييق شديد داخل سجون الاحتلال. عايزك تحكي لي على تجربتك بعد 7 اكتوبر، وهل فعلا فيه كان تضييق وتعذيب انت تعرضت ليه؟ مظبوط. 7/10 كيف اول يوم الحرب سكروا علينا الغرف، لا نطلع ولا ندخل حمام، كل يومين ثلاث لا يطلعونا نطلع نتحمم، والاكل كان يعني اشي بالمرة. عرفت امتى ان انت هتخرج؟ بلغوك امتى في السجن اللي انت هتخرج؟ انا بلغوني اليوم، حكوا لي انه اليوم انت مروح، لما نزلوني احكي لي شعورك ايه بقى ما قابلت الاسره والوالد والوالده، يعني احكي لي بالتفاصيل عن والله مشاعرك شعور يعني. ما بنوصف هذا، انا والله شعور بنوصفش، احلى شعور كان طول حياتي. باين على وشك شنو هذا؟ يا مالك، ما شاء الله منور الدنيا. انت موجود على شاشة الجزيرة مباشر ومنور ما شاء الله، وابتسامتك جميلة. انت عندك كم سنة يا مالك؟ عيني شايف حالي، انت عيني شايف شايف حالك حالي، الآن؟ احلام. واحنا شايفينك يا اخي، حاجة ابتسامتك جميلة يا مالك، ما شاء الله، ربنا بس يحفظك. انت عندك التخصص كم سنة؟ قول لي عندك كم سنة يا مالك؟ 16 ونص. 16. 16 ونص، الله يبارك فيك ويديك الصحة. أنت دلوقتي غنام بيسمعك، أنا مش عارف هل أنت عارف غنام كنت بتشوفه في السجن معاك ولا لأ؟ كان معي، روح معي، روح قبلي حتى بشوي. تحب تقول له حاجة؟ هو سمعك دلوقتي، غنام على التليفون وسمعك، عايز تقول له حاجة يا مالك؟ بسلم عليه وبقول له الحمد لله على السلامة. نعم. يا غنام إن شاء الله مالك نتلاقى في كمان بيسلم كم عليك، يوم. لو حابب ترد عليه السلام أو تقول له أي شيء، اتفضل يا غنام. الله يسلمك يا مالك، الله يسلمك. انتوا كنتوا يلا إن قاعدين شاء في الله نتلاقى غرفة في واحدة كم. داخل السجن؟ لا كنا هو بغرفة وأنا بغرفة بس بنفس القسم. كنت بتتقابلوا يعني بتشوفوا بعض؟ ما شاء الله. طيب احنا عايزين نعود، انا عايز اتكلم معاك يا مالك في موضوع اللحظات الاولى لمقابلة الوالدة والوالد. وخليني اسالك بصراحه، ايه النهارده الاكل اللي عملوه لك؟ بالتاكيد كانوا محضرين لك يعني وجبه دسمه يعني. اشي اكيد اشي هاي طبخين ما انسى، فلا شوي بنروح ناكل. تفضل. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. انت لسه ما اكلتش بعد الخروج؟ معقوله ده؟ لسه لعله لسه. بالهنا والشفا ان شاء الله. انا لو كنت قريب منك كنت جيت لك، انا بحب المنسف. ربنا اهلا يبارك فيك، وسهلا، بالهنا والشفا ان شاء الله. حياك الله. انتوا عندكم حد في الاسره كان معتقل اساسا قبل كده او معتقل الان يا مالك؟ هون هلا يعني هلا في ناس معتقلين بيقربوا لي اصدق. في حد من الاسره عندكم معتقل، ما زال معتقل؟ ها في حد من الاسره معتقل يا مالك عندكم؟ لا مين؟ ما فيش صوت صار هلا، وينه؟ انا معاك يا مالك، انا سامعك وشايفك بشكل كويس. انا كنت بسألك لو في، قول لنا حد من الأسرة مازال معتقل حتى الآن ولا لا؟ لا فيش، كان روح. طب الحمد لله. عايز اعرف يومياتك في السجن كانت انت وزمايلك اللي هم في سنك، ما شاء الله انتوا كلكم صغيرين 16 و17 سنة و14 سنة، كنتوا بتقضوا فترة السجن ازاي؟ كنا نمشيها بأي إشي، لا نسلي حالنا، نلعب بأي لعبة، يكون في عنا طوبة نلعب طوبة، نلعب بالطوبة بأي إشي نسلي حالنا، نلعب بأوراق، المهم إنه يمرق اليوم. بعد 7 اكتوبر كنتوا عارفين باللي حصل في غزة؟ عرفنا عشان كان عندنا لسه التلفزيونات، تعرفنا بس بعدين صاحب التلفزيونات انقطع كل الأخبار. خدوا منكم التلفزيونات، ايه شعوركم بعد ما عرفتوا اللي حصل في يوم 7 اكتوبر؟ والله شعور كان مبسوطين.
تحب ترسل إن شاء لأي الله حد يوصل. رسالة عن طريق شاشتنا الجزيرة مباشر يا مالك؟ تحب تقول لأي حد أي حاجة، أي رسالة اتفضل. أهم شيء دير بالك على حالك وما تنحبسش، خليك عند أهلك. أهم حاجة إيه؟ قول قول تاني مرة. ها؟ بتقول أهم حاجة إيه؟ صوتك راح، مش فاهم أنت شيء. قلت الجملة الأخيرة أنا ما سمعتهاش، فعايزك تكررها تاني. بتقول إيه أهم حاجة؟ لا لا بقى خلاص، بشكرهم ودير بالهم حالهم وينبسطوا بحياتهم. يا غنام، أنت لسه موجود معانا؟ طيب غنام، كنا بنتكلم عن فترة السجن، وكان مالك لسه بيحكي لنا عن ازاي كان بيقضي فترة سجنه، وعايز اسمع منك كنت ازاي بتقضي ال3 شهور اللي انت كنت فيهم في المعتقلات الإسرائيلية. اتفضل. كنا يعني نلعب مثلا بالغرف بدي اقطع والعاب، الخط. يعني زي على الورق، والعاب زي الشطرنج وشطرنج، يعني نسلي انا حالنا بدي فيهم اقصد عبين ما تفرج ويفتح علينا القسم. كنا يعني بأوضاع صعبة ومش صعبة، كنا يعني نسلي حالنا بأشياء نقدر نسلي حالنا فيها. انتوا سبتوا وراكم عدد كبير من اللي هم في سنكم لسه موجودين في السجن يا غنام؟ مش فاهم عليك. انا بدي افصل الخط، في عندي مشوار. طب يا مالك ربنا يبارك فيك، انت عايز تقول حاجة قبل ما تقفل الخط معانا؟ شكرا لكم، وانا بشكرك، يلا وان شاء الله شكرا لكم، يعني عشاء سعيد مع المنسف، وسلم لنا ان على شاء الله الوالدة وعلى كل الأسرة. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك مع العافية. السلامة يا مالك. مالك مراد أسير محرر 16 سنة، خرج ضمن الدفعة الثالثة من صفقة رأس. غنام، كنا بنتكلم على فترة السجن، وكنا بنقول هل في حد عدد كبير من اللي في سنكم لسه موجود في سجون الاحتلال يا غنام؟ لسه في يعني عدد، يعني عدد يعني مش كبير، قليل يعني، لسه في رجولنا مثلا جوا. انت المفترض ترجع لدراستك خلال الفترة القادمة يا غنام، صح كده؟ هتبقى في سنة كام المفترض؟ مش فاهم. انت في سنة كام في الدراسة؟ في سنة كام؟ سنة دراسة ايوه، سنة 12. في السنة 12 في ثانوي يعني. ان شاء الله ان شاء الله تكون موفق باذن الله. هل ان تحب شاء الله. ترسل رساله لاي حد؟ هل تحب تكلم اي حد عن طريق الجزيره مباشر تقول له اي حاجه يا غنام؟ اتفضل. لا لا، الحمد لله على سلامة كل الجميع، الأسرى الحرارين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أروح بسلامة، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك ويحفظك، احنا كنا سعداء ان انت كنت موجود معنا. غنام موسى الاسير المحرر كان معنا عبر الهاتف من القدس ايضا حوالي 16 عاما.